عارف الشباب مثل ما تشوفوا طالعين قبره هنا كل اقول لكم عن درايفن لايس. انا الحين بطلع رخصه قياده هنا. اللي يبغى يطلع رخصه اليوم انا اضبطك واعلمك. Turn your car dude. Gas, we fill it up dude. We fill the tank dude. Damn, it took you 25. That's what I'll be dude. Oh, no, 0000. يلا يا رب. الله الله الله. شباب فلاقنا اليوم مجنون مختلف. جماعة يقولوا وش يقول. عندنا جمب شوت جيمس جايز. He's my roommate. His man. Our friends. Actually start my new job today. I've been working in the studio. Big things coming. We're waiting bro. حي الشباب. خلصنا من social security administration. خلصنا هنا اخذنا ورق انه ما عندي سوشيال سكري نمبر واني انا طالب. هاي يكفيك. الحين نروح دي ام في نعطيهم اي اف 1 اي 94 الورقه هذه من هذا البلدنج انه ما عندك سوشيال سكري نمبر. تروح دي ام في الحين تعطيهم الاوراق وجوازك موجود تاخذ رخصه. حي الشباب. What up مسور؟ What's up? How you doing? Okay, all right. It's boring. Museum, come on, chill out. In New York. Oh, look at you, traveling around. Are you trying to be famous like me, vlogging in New York? Do you like horse racing? No. You would. Ollie, it's beautiful. I know. Believe me, I know that. Now listen, I'm so sorry. I have to go, okay? بالعربي جيمس شات جيمس عنده وظيفة جديدة اليوم فخايف بيروح يقدم يخلص أوراقه. ولو عند الأمريكان ولو حق واوا بنروح ناكل فطور. نروح ناكل نشرب حاجة ونجيكم. رحنا بي ان سي بنك باخذ ورقة قلنا أنت ساكن هنا فبروح البنك الحين أخذ ورقة ونرجع دي ام في. وصلنا. هذه الرخصة المؤقتة باخذ الاختبار يا الربع بعد اسبوعين بس اقدر اسوق بهذي. بس نجحت. باقي لي سؤال واحد اصلا وارسب في الاختبار هذا. كن باس برو كن باس فاكن ليتس جو. خلصنا من دي ام في ثلاث ساعات واحنا برا. حجي الربع رحنا للسوشيال سكيورتي بيلدينج هذا مال ادمنستريشن. انك تروح تقول لهم انا ما عندي سوشيال سكيورتي نمبر او اذا عندك سوشيال سكيورتي نمبر تطلعه. بعدين رحنا الى دي ام في سالونا عن الاي 94 ولما تدخل امريكا سالونا عن الاي 20 او الاف 1 اللي هي فيست. جوازك موجود بروف اوف ادرس انك انت ساكن في هذه الولايه اللي تبغى تطلع فيها انت الرخصه. شوفوا نظاري اختبرت بالكمبيوتر. طبعا انا ما ذكرت يوم قال لي تبي تختبر الحين قلت له يا شور ابد وطلع الجوال. حليت سؤالين طلعوا خطأ. لو خطيت واحد سؤال زيادة من 32 سؤال كان خلاص قال لي روح باقي سؤال. كذا عشان تطلع رخصة في أمريكا تأكد إنك تشوف الولاية اللي أنت فيها وقوانينها. بس ولايتي كان سؤالات أوراق واضحة. فاينل 2 يا الربع تصدقوا فاينل 2 فبروح أدرس شوي بعدين بروح النادي بلعب بوكسنج اليوم باخذكم وياي اخلص دراسه اتروش اعدل مزاجي ارتاح ادرس واشوفكم في الجيم. لا صيدك رب الكعبه اصيدكم في الجيم يا الرب. لازم قبل الجيم تشوف اخر حاجه. اي جيم خلينا فيها جيم يا الربع. يا الربع شفتوا الجيم؟ شفتوا الجيم يا الربع؟ رخصه وطلعنا باقي الجيم يا حبيبي. جيب يمر جيب يمر حبيبي على راسي من فوق. جيب اسقعني انا اروح لك موت يا الجيب. ربع ساعة يا الربع السيكة تسخن قبل الجيب. التيم يا الربع مثل ما تشوفوا التيم كله تدريب اليوم. خمسين يقول الربع 50. What? Sex Panther, buddy. Sex Panther, buddy. Mark one. Name Daddy Small. Damn, let's go. Roddy Henry. The machine, buddy. الناس تحب الكاميرا يا شيخ كل مرة ويحبوك إذا شافوا عندك كاميرا تصور يروق عليك. تشوفها كذا تفكر سهل مو سهل.
والله يا الربع البوكسنج بصفة عامة صعبة، يبغى لها تركيز، تبغى يتعلم مهارة فترة بين فترة، وكل هذا ياخذ وقت. هذا عجبني دي. Look. He's good, bro. How's working out at the gym? How's boxing doing? It's good, bro. Definitely gonna work better every day. طبعاً خلصنا التمرين مع المدرب، بس أنا طاقتي شوي بعد التمرين. أوف، البوكسينج. This is the first channel. Come on, dummy. Good job, buddy. Dummy. Hey, buddy. Thanks, bro. Yeah, bro. Go with it. Go with it. Hey, buddy. Go with it. Let's go, boys. نختم وياكم يا الربع، بكذا وصلنا نهاية الفلوق. مثل ما نعرف يا الربع، نهاية الصيف نبغى نوصل 1000 مشترك، فلو تنسى اشترك في القناة، نبغى نوصل 1000 مشترك يا الربع. الحين احنا قريب ال 500 مشترك، اشتركوا في القناة يا الربع، حطوا لايك. الفلوق اليوم كان مجنون، طلعنا رخصة، اكلنا، تمرنا، الحين ناقصنا بعد التمرين ويش؟ سكوب ويب بروتين يجيك على القلب. وحايش يا شباب.